مهما عظمت الذنوب فباب التوبة مفتوح من الشرك وما دونه من كل أحد، من الرجال والنساء، من العرب والعجم، من الجن والإنس، باب التوبة مفتوح. فالواجب البزار بالتوبة من كل ذنب، والتوبة حقيقتها الندم على الماضي من الذنوب والإقلاع منها وتركها والحذر منها، والعزم الصادق ألا يعود فيها تعظيما لله وإخلاصا له ومحبة له وحذرا من عقابه وغضبه. هكذا التوبة. وهناك شرط رابع للتوبة، إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين، إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين فلا بد من شرط رابع، وهو تحللهم أو إعطاءهم حقوقهم. وهذه الدار هي دار العمل، هي دار التوبة، هي دار الإصلاح. أنت الآن في دار العمل. فالواجب على كل مؤمن، على كل مؤمنة، وعلى كل ذكر، وعلى كل أنثى، وعلى الجن والإنس، الجميع، الواجب على الجميع أن يحاسبوا أنفسهم، وأن ينظروا في عيوبهم وتقصيرهم وذنوبهم، وأن يتوبوا إلى الله من ذلك توبة الصادقين. ثم أنتم أيها الشباب، عشر الشباب، لكم مستقبل، فالواجب عليكم أن تجتهدوا في طلب العلم النافع، التفقه في الدين، وأن تسألوا الله أن يصلح أحوالكم، وأن يمن عليكم بالتوفيق، وأن يجعلكم هداة مهتدين، حتى ينفع الله بكم المستقبل الأمة، حتى تكونوا هداة لأمة في مستقبلها. الشباب تعلق عليه أمان كبيرة في نفع الأمة إذا أصلحه الله. الشباب يذهبون ويأتي الشباب بدله، فإذا أصلح الله الشباب حلوا محل آبائهم وأسلافهم الطيبين في نصر الحق والدعوة إليه والقيام بشؤون المسلمين والتوجيه إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم والتحذير مما فيه هلاكهم وشقاؤهم. وما سبق من ذنب فماذا بالتوبة منه، كل ذنب أسأل الله أن يغفر وتتاب العبد بحمد الله. قال الله جل وعلا في حق المشركين والقاتلين والزلاة، قال فيهم جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يأتون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. مع التوبة يبدل السيئات حسنات. إذا تاب العبد توبة صادقة وعمل صالحا محى الله عنه الذنوب وجعل مكانها حسنات فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.